بيبدأ فيلمنا مع مايك اللي بيروح للجيم اللي كان بيتمرن فيه، وبيدخل للمدير فينسنت وبيقوله ان هو عايز يدخل في نزال، ولكن فينسنت بيرد عليه وبيقوله ان هو بقاله 3 نزالات بيخسر، وان مفيش حد من الرعاة هيقبلوك لانك كبرت في السن. ولما بيقوله مايك ان هو عايز اخر نزال، بيرد عليه فينسنت وبيقوله ان هو عمل عملية في كتفه وانه صعب ان هو يغلب حد. فبيقوله مايك ان هو هيلاعب الشاب اللي بره، وانه لو غلبه يدخله الماتش الجاي، ولو خسر هينسحب وما عادش يقاتل. وفعلا فينسنت بيوافق، وبيبدأ العلاج ما بين الشخص شخصياً. وبيبقى مايك اقوى، ولما بيتمكن من الشخص التاني بيسيبه لانه مش بيحب يضرب حد لحد ما يقرب يموت. فبيقوم الشخص التاني وبيضرب مايك، وبيقدر ان هو يغلبه عن طريق حركة اخضاع، وبيغمى على مايك. وبعد ما بيفوق بيقرر ان هو يلم حاجته ويروح لمدينة تانية. ولما بيوصل لمدينة برمنجهام بيروح لمكتب عمل علشان يشوف له شغلانة، وفعلا بتلاقي ليه الموظفة شغل، وهو عامل بناء مؤقت في مستشفى كاسل هايتس. وبيروح مايك علشان يستلم الشغل، وبيعرف ان مهمتهم هدم المستشفى بالكامل. وبعدين بيروح لإيريكسون اللي بيطمن على بنته ايميلي اللي بتبقى مريضة بالسرطان، وبعد ما بيتكلم معاها بتقوله الممرضة انها عايزة تكلمه. ولما بيروح لها بتقوله انها للأسف مش هتيجي تاني لو ما دفعلهاش الفلوس بتاعتها. فبيقولها إيريكسون ان اول ما شركة التأمين تديله الشيك هيديها كل فلوسها. وساعتها بيجي اتصال ليه، ولما بيرد بيعرف ان المتصل من شركة التأمين، وبيقوله ان وثيقة التأمين بتاعتك بتكفي جزء فقط من عملية العلاج، وان العملية ثمنها 400,000 دولار. ولما بيسأله إيريكسون على مبلغ وثيقة التأمين، بيرد عليه الموظف وبيقول له 50,000 بس. فبيقول له إيريكسون ان بنته ما عدتش مستحملة العلاج بالكيماوي، وانه مستعد يبيع بيته، ولكن الموظف بيقول له ان برضه المبلغ مش هيكفي. فبيقفل إيريكسون المكالمة وبيقول ان هو هيلاقي حل. وبيروح للسجن الفيدرالي وبيلاقي حراس بتدخل للاندو وبيقولوا له ان في مساجين عايزين يكلموك في الزنزانة الشرقية، وفعلا بيودوه لهناك. وبيجي له مسجون وبيسأله على فلوس تاجر ممنوعات اسمه داميان، ولكن لاندو بيقول انه ملوش علاقة بالموضوع. فبيجي له المسجون وبيطعنه بالسكين، وبعد علاج ما بينهم بيجوا الحراس وبيفكوا ما بينهم. ولما بيبقى لاندو في مشفى السجن بيقول للحراس ان هو عايز يقابل الملازم إيريكسون، وفعلا بيجي ليه وبيساله هو عايز ايه. فبيقول له لاندو ينقله في الزنزانه الجنوبيه علشان ما يتقتلش من قبل المساجين هنا، ولكن إيريكسون بيقول له ان هو مش بيعمل صفقات مع مساجين. وقبل ما بيخرج بيقول له لاندو ان هو هيديله فلوس، وانه عارف ان هو محتاج الفلوس علشان بنته. فبيضربه إيريكسون وبيقول له ما يتكلمش على بنته. وبالليل بيروح له في المشفى وبيكلمه عن الصفقه اللي هو اتكلم عنها. فبيقول له لاندو ان قبل ما يدخل السجن كان في شحنه ممنوعات جايه لمكان قريب منه من قبل تاجر المخدرات داميان، ولكن اللي بيوصلها غلطه في الموقع وحطوها في المكان اللي هو فيه، فخدها وباعها وجابت ليه 3 مليون دولار. وبيقول له ان هو مش هيستفيد حاجه من الفلوس، وان مقابل ان إيريكسون ياخدها ينقله للزنزانه الجنوبيه. ولما بيساله إيريكسون عن مكان الفلوس بيرد عليه لاندو وبيقول له انها في مستشفى كاسل هايتس. وبعدين بنروح لداميان اللي بيقول له الحراس اللي تبعه ان إيريكسون نقل لاندو للزنزانه الجنوبيه، وانه غالبا خد رشوه منه. فبيقول داميان ان إيريكسون مش بتاع رشوه عاديه، وانه لو قبل ياخد رشوه ممكن تكون هي مكان المخدرات. فبيتصل باخوه ديكن علشان يراقب إيريكسون ويعرف منه مكان الممنوعات. وبيروح لإيريكسون اللي بيقول لبنته ايميلي ان هو هيتاخر في الشغل، وبيقول لها انها تقدر تكلم صاحبتها علشان تقعد معاها. وبنشوف ديكن اخو داميان بيراقب المستشفى وبيقول لمراته ان هما اللي هيسرقوا الممنوعات وياخدوها ليهم. وبنرجع لمايكل اثناء شغله بيلاقي 3 شنط متخبيين، ولما بيفتح كل شنطة بيلاقي فيها دولارات كتير، فبيرجع الشنط وبيخبيها. وبيروح لإيريكسون اللي بيجهز عدته علشان يروح لمستشفى كاسل هايتس. وبنرجع لمايكل اللي بيخلص شغل وبيقول له صاحبه جورج ان هو هيطلع المستشفى تاني علشان نسي الجاكيت. واثناء ما إيريكسون في طريقه علشان ياخد الفلوس بيقول واحد من رجال الديكن ان إيريكسون هيدخل المبنى. وفي الوقت ده بيكون مايك خد الفلوس وبيلاقي ان كل شنطة فيها 1,000,000 دولار. وبنشوف إيريكسون بيفتح من المبنى وبيكون رجال الديكن وصلوا، وبيقول لهم الحارس ان ما ينفعش تدخلوا لان كمان ساعه ونص بالظبط المبنى هيتهدم بالقنابل، ولكنهم بيهددوه وبيدخلوا المبنى. وبنروح لإيريكسون اللي بيدور على الفلوس في المبنى، وفي الوقت ده بيشوفه مايك وبيلم الفلوس في الشنط وبيهرب قبل ما إيريكسون يشوفه، ولكن اثناء طريقه بيلاقي عصابه ديكن طالعه فبيحاول يستخبى منهم. وبنرجع لإيريكسون اللي بيعرف ان الفلوس اتسرقت، واثناء طريق مايك بيخبط انبوب فبتسمعه العصابه وبتطلع له. فبيخبي مايك الفلوس وبيستخبى وبيشوف إيريكسون مستخبي هو كمان. وفي الوقت ده
بيقول ديكن ان هو لقى اللي سرق الفلوس، ولما بيروح ليه بيطلع ان هو جورج صاحب مايك، وبيقوله ان هو جاي يسال على صاحبه لانه اتاخر، وبيشوفهم مايك وهم بيضربوه، ولما بيقتلوه بيصرخ مايك وبيقول لا، فبتسمعوا العصابه وبيطلعوا للطبق اللي هو فيه، وبنشوف واحد بيجي لمايك وبيتعاركوا مع بعض، ولكن مايك بيبقى اقوى لانه محترف في الام ام اي. وبيقدر ان هو يخلص عليه، وبتيجي باقي العصابة لمايك وبيمسكوه وبيقولوا لديكن ان هم لقوه، فبيقولهم ديكن يجيبوه حي، واثناء كده بيقدر مايك يضربهم ويهرب منهم عن طريق ان ديكن يوديه للدور اللي تحت، فبيبقى مش عارف يروح فين، وبيجيله اريكسون وبيخبيه قبل ما فرض العصابة يشوفه، وبعد ما بيمشي بيسأله اريكسون فين الفلوس، ولكن مايك بيكذب عليه وبيقوله ان هو من فريق المتفجرات ورجع علشان ياخد بطاقته، ولما بيسيبه اريكسون بيبدأ مايك في ضربه وبتبدأ خناقة ما بينهم. كده بيجيلهم فرد من العصابه وبيهددهم وبيبلغ بقى العصابه بمكانهم، ولكن كل من مايك وريكسون بيتجمعوا عليه وبيقدروا يضربوه، وبعدين بتيجي لهم بقى العصابه وبيهربوا من المكان، واثناء هروب مايك بيتهدده مراد ديكن، فبيجي لها اريكسون وبيضربها وبيخليها تقرب من الشباك، ولما بيشوف ديكن شخص بيضرب عليه نار فبتطلع انها مراته وبيبقى متضايق جدا، وبيقول لواحد من العصابه ان هم هيدفنوهم هنا، وبنعرف ان لسه نص ساعه بس على التفجير، وبعدين بيعالج اريكسون جرح مايك وبيساله على مكان الفلوس، فبيقول له مايك ان هو ما يعرفش هو بيتكلم عن ايه، وبيحكي له اريكسون على العصابه اللي موجوده تحت وعلى ان الفلوس دي تنتمي لتاجر ممنوعات، وفي الوقت ده بيشوفوا شخص جاي عليهم فبيهجموا عليه وبيقدر اريكسون يخنقه، ولما بيجي لهم فرد تاني من العصابه بيقتلوه، وبيهدد مايك اريكسون بالمسدس علشان يسيبه ويمشي، ولكن اريكسون بيقول له ان بنته مريضه بالسرطان وانه مش هيمشي بدون الفلوس، وفعلا مايك بيسيبه علشان بنته وبيروح لمكان الفلوس وبيديله مليون دولار علشان يعالج بيهم بنته، وبيقول له اريكسون ان لسه 20 دقيقه على التفجير، واثناء طريقهم بيقولوا ان هم ممكن يهربوا من المبنى عن طريق السطح، وبنعرف ان فاضل 10 دقايق، ولما بيوصلوا بيلاقوا ديكن واخر راجل من العصابه معاه وبيضربوا نار على بعض، ولما بيفتح اريكسون باب الهروب بيستنى مايك وبيقولوا ان لسه 4 دقايق بس على التفجير، فبيقولوا مايك يهرب هو لان بنته مستنياه، وفعلا اريكسون بيهرب مع المليون دولار، وبنشوف مايك اللي بتخلص ذاكرته وبيبقى ديكن هيقتله، فبيحدف مايك عليه شويه فلوس وبيبداوا عركه مع بعض. وبعد خناقه قويه بيقدر مايك ان هو يخلص على ديكن وبياخد شنطه فلوس وبيهرب، ولكنه بيعرف ان هو مش هيلحق، فبيسمع صوت كلاكس وبيشوف ان اريكسون مستنيه بعربيه نقل وبيقول له ينط، وفعلا مايك بيعمل كده وبيقدروا ان هم يمشوا من المكان قبل التفجير بلحظات، وبعدين بيروح لبيت عيله جورج صاحب مايك اللي اتقتل بسببه، وبيلاقي مايك بيدي لزوجته جزء كبير من الفلوس، وبيروح لاريكسون اللي بيدخل زنزانه دميان، وبنعرف ان من طلبات لاندو كان انه ينقله دميان للزنزانه الجنوبيه علشان يتصرفوا معاه، وفعلا اريكسون بيعمل كده، وبنشوف لاندو وجماعته مستنينه وبيعلموه الأدب.